من أفغانستان إلى العراق، ومن أوكرانيا إلى غزة، ومالي والنيجر وموزمبيق. على هذه المساحة الجغرافية شهد العالم وما يزال نزاعات وحروبا تقف فيها المرتزقة إلى جانب الجيوش النظامية، أفراد بلا وطن أو ولاء أو هوية. فماذا تعرف عن سوق المرتزقة؟ من أين هم؟ وكم يتقاضون؟ وأين ينتشرون؟ الاتفاقية الدولية لمكافحة المرتزقة عرفتهم بأنهم هؤلاء الذين يتجندون للقتال في نزاع مسلح لتحقيق مغنم شخصي، ولا يكون المرتزقة من رعاية أي طرف في النزاع أو من سكان الإقليم، ولم توفدهم أي دولة بمهمة رسمية. شاركوا في الحروب الأمريكية منذ عام 2001 مثل حربي العراق وأفغانستان، وهنا أيضاً في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، وكذلك في سوريا والحرب الأوكرانية الروسية والحرب الأذربيجانية الأرمنية، وأخيراً في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. الدول التي تصدر المرتزقة هي التي ترخص شركات أمنية وعسكرية تسمح لها بالاشتراك في الصراعات الدولية خارج أراضيها، مثل الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وجنوب إفريقيا، إذ تجند الشركات الجنود السابقين لتلك الدول أو تحضرهم من الدول التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة، مثل الدول الأفريقية وكولومبيا وأوكرانيا وجورجيا والفلبين والنيبال. تختلف رواتب المرتزقة بشكل كبير اعتماداً على عوامل عدة: نوع المهمة وخطورتها، المنطقة الجغرافية وسخونة النزاع، المهارات والخبرة. تتراوح الأجور عادة بين 2000 دولار و10,000 دولار شهرياً، وتصل إلى أكثر في الحالات الخاصة. فمن يحرس المنشآت النفطية في ليبيا أو غرب إفريقيا ليس كمن يحارب في غزة ويتعرض لكمائنها القاتلة. وفقاً للقانون الدولي يعتبر استخدام المرتزقة غير قانونية، وحذرت الأمم المتحدة مراراً من مخاطر استخدامهم على استقرار الدول واحترام حقوق الإنسان، ودعت إلى مراقبة أنشطتهم بشكل صارم.